يمشون على أقدامهم بأفواج، حاملين ما تبقى من ممتلكاتهم. هذا هو حال سكان خان يونس جنوب غزة، نزوح مستمر يعيشونه بعد أوامر من الجيش الإسرائيلي بإخلاء مناطق شرقية المدينة. صرنا الحين شاردين 4 مرات من المنطقة الشرقية، كل يوم حرب، كل يوم صواريخ بنزل علينا، فيش مكان آمن في المنطقة الشرقية. الحين احنا نزحنا في الشارع مش عارفين وين نروح. المئات من السكان نزحوا إلى وجهة غير معلومة، بعضهم انتهى به الحال في الشارع، آخرون تركوا كل ممتلكاتهم خلفهم وحملوا أطفالهم على أيديهم أملاً بالنجاة من القصف الإسرائيلي المتواصل. تقريباً الحين 6 مرات بنزح من خان من بلسيدة. الحين هاي اللي معاي، فيها أولادي وهي طفلة هذه معاي، بس هاي اللي معاي ولا حاجة بنزح. الدار راحت وكل شيء راح ولا حاجة ضايل. ظروف مأساوية يعيشها سكان غزة منذ بدء الحرب، منذ نحو 10 أشهر، في ظل النزوح المتواصل ونقص المياه والطعام والنوم في الخيام، إضافة إلى انتشار الأمراض، فيما يتواصل القصف الإسرائيلي في شتى أنحاء القطاع.